اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم برنامج خليجي FM الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشه قنوات الكاس. مساكم الله بالخير مشاهدينا مستمعينا ومتابعين خليجي FM. ارحب فيكم اليوم في احدى حلقات هذا البرنامج اللي راح نشوف فيه بعد شويه الفائز في مسابقه امس، وراح نتطرق ايضا الى مباريات الامس ومباريات اليوم باذن الله، بس كل هذا راح نشوفه من بعد العناوين. اذا المنتخب العماني يخلق المفاجاه امام الاخضر والامارات ثانيا في مجموعته. لا خيار امام العناب اليوم الا الفوز في مواجهه المنتخب البحريني. سود الرافدين الاوفر حظا للتاهل للمربع الذهبي. إذن هذه عناوين حلقة اليوم، ونبارك أيضا للمنتخب العماني والمنتخب الإماراتي التأهل من المجموعة للمربع الذهبي، وإن شاء الله فال منتخبنا اليوم الفوز. وكما عودناكم قبل ما نستقبل اتصالاتكم راح نعلن عن الفائز في توقعات مباريات الأمس التي جمعت المنتخب العماني والمنتخب السعودي وأيضا المنتخب الإماراتي والمنتخب الكويتي، والسحب اليوم عند نورة. نعم، بس بداية متابعينا أوارك للمنتخب العماني في فوزه أمس في المباراة، وهارد لك للمنتخب السعودي وألف مبروك للمنتخب الإماراتي على التأهل. ننتقل معاكم إلى السحب ونقول بسم الله. بسم الله، راح نشوف من الفائز في مسابقة أمس. ألف ألف مبروك يا فالح، فالح من الكويت، مبروك تسمع مبروك عنا ب10,000 ريال من قنوات الكاس الرياضية. طبعا فالح أخيراً فاز معنا، هو مشترك دائم في برنامج خليجي FM، وهارد لك للي ما حالف الحظ معنا اليوم. راح نعرض لكم صور لنتائج مباريات الأمس. أول مواجهة كانت بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني، والتي انتهت بفوز المنتخب العماني 2-0، والتي أقصت المنتخب الأخضر من البطولة. نعم، أيضا عندنا المنتخب الكويتي كان على موعد مع المنتخب الإماراتي وكان تعادل بلا شيء. إذن هذه نتائج الأمس، رح نطلع معاكم تقرير لملخص مباريات الأمس وأهم الأحداث. انتهت أمس مباراتي الجولة الثالثة الخاصة بالمجموعة الأولى في دورة كأس الخليج 23، وانتهت بتحديد الفريقين الأولين في المربع الذهبي. مباراة ملعب الكويت بين السعودية وعمان كانت مفاجأة الجولة، حيث خرج الأخضر بخفي حنين من البطولة ب4 نقاط بعد أن اهتزت شباكه مرتين في المباراة. في حدود الدقيقة 59 سدد سعيد سالم رزيقي كرة مثالية في المرمى السعودي، أبعدها عساف القرني وردها إلى الشباك بالخطأ سلطان الغنام. واصل المنتخب العماني هجومه المنسق وضغطه رغم تفوقه بهدف إلى حدود الدقيقة 77، حيث ارتقى مرة أخرى سعيد سالم رزيقي لتمريرة على المقاس وضعها برأسية ممتازة في الشباك الأخضر، ليطلق بذلك رصاصة الرحمة ويسجل هدف الخلاص، ويكسب المنتخب العماني نقاطه 6 التي ضمنت له مقعدا في الدور النصف النهائي على رأس مجموعته. بينما هناك في استاد جابر الأحمد الدولي كان للأزرق الكويتي موعد مع منتخب الإمارات ليرد الجميل لجمهوره الذي لم يتخلى عنه رغم الخسارتين، بينما الأبيض كان يبحث عن فوز أو تعادل يقوده إلى المرحلة الموالية، وحاول طيلة الشوط الأول فرض سيطرته على الأزرق، لكن يقظة الحارس حميد القلاف أفشلت أكثر من هجمة وردعت كل محاولات عمر عبد الرحمن العموري أخطر العناصر الإماراتية، وشكل تكتل العناصر الكويتية في الوسط والدفاع سدا منيعا أمام كل محاولات الأبيض. بينما هجمات الكويت على كثرتها افتقدت للدقة والتركيز وأهدرت بسبب التسرع أو قلة الحظ.
وانتهت المباراة بتعادل خدم مصلحة الأبيض الذي عزز نقاطه الأربعة بنقطة إضافية جعلته ثانيا في ترتيب المجموعة الأولى ليضمن مقعدا مع عمان في المربع الذهبي. إذن هذا ملخص لمباريات الأمس. طبعا شاهدنا نورة المنتخب العماني افتتح البطولة بخسارة أمام المنتخب الإماراتي، والبعض شكك فنيا في المستوى، ولكن المنتخب العماني بعدها في مباراة المنتخب الكويتي ظهر بمستوى مختلف، وبالأمس ظهر بمستوى جبار أمام المنتخب السعودي، سيطر على وسط الملعب، خلق فرص وسجل هدفين ومرمى ما استقبل ولا هدف. أتوقع المنتخب العماني جاهز لهذه البطولة ويمتلك مدرب محنك. طبعا عبد الله ومتابعينا، المنتخب العماني منتخب جدا منظم، هجماته منظمة، في دقة في التسديد. طبعا اللاعب عبد الله ومتابعينا سعيد سالم اللي كانت عنده رأسية جميلة في شباك الأخضر، الهدف الثاني. منتخب منظم، يعني في عندهم تكتيك معين في التسديد، في الحركة، في لياقة. صحيح. في أتوقع يعني أن المدرب بن فيربك قدر ينظم الفريق. نعم. ويخلق منتخب منسجم تماما، وأصبح المنتخب العماني أحد المرشحين للوصول للنهائي. أما في المباراة الثانية بين المنتخب الكويتي والمنتخب الإماراتي، المنتخب الكويتي كالعادة يصل إلى المرمى ولكن لا يستطيع تسجيل الأهداف وخلق هذه الفرص وقلبها لأهداف، فانتهت بتعادل سلبي. ولكن التعادل نورة هو يخدم المنتخب الإماراتي لأنه طلع بخمس نقاط وأصبح ثاني المجموعة وتأهل. نعم أيضا المنتخب الإماراتي شفنا من مستوى منظم ومستوى قوي، يستاهلون الفريقين نحن نبارك لهم، المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي. بس كان عنصر المفاجأة موجود في المنتخب العماني أمس، والكل كان متنبأ أن راح يكون هناك عنصر مفاجأة في هذه المواجهة بينه وبين. صحيح. المنتخب طبعا أن أمس السعودي. لو شفنا التوقعات، الكثير صب توقعاته ناحية المنتخب السعودي بناء على مستوى المنتخب السعودي منذ بداية البطولة، ولكن المنتخب العماني أثبت جدارته وقدر يوقف الأخضر. وطبعا هو شخص واحد اللي قدر يتوقع التوقع الصحيح، وهي حصة من الدوحة هي اللي توقعت فوز المنتخب العماني على المنتخب السعودي بنتيجة 2-0، ولكن للأسف حتى في السحب ما حالفها الحظ معنا. طبعا نوجه كل التحية حق متابعينا سواء من قطر أو من كل الدول المجاورة. بس الشيء المضحك من أحد المتابعين للبرنامج قالت لي، إحنا ترى في المباراة الأولى اللي كانت بين المنتخب العماني جمعت مع من عبد الله؟ المنتخب العماني التقى بالمنتخب الإماراتي وخسر. قالت إحنا بس نجرب الملعب، بس أثبتنا لكم اليوم إن إحنا قدها، يعني أنتوا قدها، وألف ألف مبروك على هذا الفوز المشرف. توقعات مباراة اليوم قبل ما ناخذ المتصلين، مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب البحريني، مباراة مصيرية. العنابي ما راح أدخلك السحب. بس شو أنا يا خوفي يدخلني السحب وياخذ نص بناص. العنابي المنتخب العراقي والمنتخب اليمني. أتوقع العنابي والمنتخب البحريني 2 لصالح العنابي. والمباراة الثانية العراق واليمن 3-0. لا حد يدخل السماء في السحب. توقع عادي. عموما مشاهدينا اذكركم بارقام التواصل معنا في برنامج خليجي اف ام، او الرقم هو 00974440099696، والرقم الثاني عندك نوره +974. كل واحد اتصل من بلس اشكره خسر. 44099494 صحيح. ومعنا اتصال، مرحبا فيك يا حمد. مرحبتين، مساك الله بالخير يا حمد. مساك الله بالخير يا حمد. الله بالنور، الله يخليك، ربي يسلمك. شو اخبارك؟ طيب الله يسلمك ويعافيك، احنا سعيدين بتواصلكم معنا الدائم. الله يخليك، ربي يسلمك، احنا اسعد بالاتصال. الله يسلمك حمد. طبعا كنت متابع لمباريات امس اللي جمعت المنتخب العماني، شلون شفت المباراه؟ والله المنتخب العماني بصراحة كان مفاجأة هالبطولة، يعني ما حد كان متوقع انه بيكون بهالمستوى، خصوصا يعني السنوات الأخيرة لا هم مشاركين في بطولات آسيا ولا في بطولة كأس العالم، وصلوا لمراكز جيدة. نعم، تنبأت بهالفوز؟ والله بصراحة لا، ما توقع ان احد كان متوقعها يعني. نعم صحيح. بإذن الله اليوم العنابي على موعد مع المنتخب البحريني،
ما هو المطلوب؟ والله فايزين. ما هو المطلوب من العنابي اليوم؟ والله المطلوب انه يخلصون يعني قدام. احنا شفنا اخر مباراه مع المنتخب العراقي يعني كان متوترين في المرتدات. نعم صحيح، ضيعوا الكثير. فالمطلوب هالمباراه ان شاء الله انه يستغلون كل فرصه ان شاء الله باذن الله، والعنابي قدها دائما باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تعطينا توقعاتك لهذه المواجهه اليوم؟ بدايه ابتدي معك العنابي. ان شاء الله 2-0. 2-0 لصالح العنابي. والمواجهة الثانية اللي راح تجمع المنتخب الإماراتي مع المنتخب العراقي واليمني. والله تلخبطنا ما شاء الله من كثر المواجهات. المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني. والله أتوقعها بعد 2-0 راح تكون لصالح العراق. 2-0 لصالح العراق. إن شاء الله تكون فايز معنا يا حمد. حمد يعني اليوم المنتخب العراقي راح يواجه المنتخب اليمني، واليمن ما عندهم شيء يخسرونه، هل تتوقع راح تكون مواجهة سهلة أم صعبة؟ والله شو أتوقع المباراة صعبة راح تكون، لأن المنتخب اليمني يعني بيسوي شيء للجماهير الموجودة، يعني على الأقل يحرزون هدف ولا على الأقل يكونون بنقطة واحدة. نعم أكيد. هاي الرغبة راح تكون عند اللعيبة يعني حتى لو طلعوا من البطولة. نعم نعم. جميل. فالك الفوز يا حمد. تابعنا بكرة بنفس الوقت راح يتم السحب بداية الحلقة. شكرا على اتصالك يا حمد. إذن نأخذ مكالمة من سارة من الدوحة. مساك الله بالخير يا سارة. السلام عليكم. يا هلا مرحبا بك معنا. عليكم السلام والرحمة. هلا ورحمة. يا هلا فيك يا سارة. أوكي حلو. اللي قاعد هني ميكروفون. تمام. روح عند نورة. العنصر النسائي يحب العنصر النسائي. تفضلي عندك مكالمة. أرحب فيك يا سارة اليوم معنا. هلا حبيبتي نورة. سارة بإذن الله اليوم العنابي على موعد مع المنتخب البحريني، كنتي متابعة خليجي من أوله؟ تقريبا. من أفضل منتخب بالنسبة لك؟ شفتي العنابي. مستواه العنابي ليش؟ ما أدري. كجاهزية كلياقة ك إيه؟ فريق منظم طبعا العنابي. أنزل أخذ توقعاتك لمواجهات اليوم؟ إيه. كم للعنابي؟ العنابي مع المنتخب البحريني. 2 للعنابي إن شاء الله و1 للبحرين. 2-1. المواجهة الثانية راح تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني. 3 للعراق و1 لليمن. 3 للعراق و1 لليمن. وفالك الفوز يا سارة. إن شاء الله حبيبتي. شكرا لك وشكرا على اتصالك. شكرا على اتصالك يا سارة. ناخذ رائد من دولة الكويت. مساك الله بالخير يا رائد. رائد مساك الله بالخير. اذا انقطع الاتصال. ناخذ عبد الله من الدوحة. مساك الله بالخير يا عبد الله. يا هلا مرحبا فيك معانا في برنامج خليجي اف ام. حيا الله فيك. يا هلا فيك عبد الله. في البداية المنتخب العماني نقدر نقول خلق مفاجأة بأن أقصى المنتخب السعودي، أم كنا متوقعين هذه النتيجة؟ إيه ما حد كان متوقع هذه النتيجة. ما حد كان متوقع هذه النتيجة بناء على إيش يا عبد الله؟ على أساس أن المنتخب العماني ما قدم مستوى مطلوب خلنا نقول نوعا ما في بداية البطولة؟ عشان المباراة الأخيرة كانت مصرية بالنسبة للمنتخب. صحيح. زين اليوم إن شاء الله العنابي راح يلعب أمام المنتخب البحريني، مباراة حياته وموت، الفوز فيها هو المطلب الوحيد. ايش توقعاتك لهالمباراة؟ 2-1 حق المنتخب. 2-1 لمنتخبنا الوطني على المنتخب البحريني. المباراة الثانية بين اليمن والعراق. 3-1 حق المنتخب العراقي. 3-1 للمنتخب العراقي. ان شاء الله تكون فايز معانا يا عبد الله، وتابعنا ان شاء الله بكره في السحب على توقعات الصحيحه. شكرا على اتصالك. معنا اتصال ايضا. امنه. السلام عليكم. عليكم السلام يا امنه. السلام ورحمه الله. شلونك عبد الله؟ طيب الله يسلمك. انتم شلونكم؟ احنا طبعا دائما راح نكون بخير بالتواصل معاكم دائما. امنه. هلا مرحبا. بإذن الله اليوم العنابي على موعد مع المنتخب البحريني، توقعاتك لهذه المباريات اليوم بإذن الله؟ إن شاء الله 3-1 والعلم عند الله. إن شاء الله 3-1. كنتي متابعة العنابي من بداية المباريات؟
متابعتهم بس يعني في الشوط الأول ما شاء الله يشتون حيلهم، بس الشوط الثاني يتعبون، يصير في دروب شوية. أيوة نعم. لكن إن شاء الله أن العناب اليوم يختلف عن كل مباراة. إن شاء الله يسمع منك. توقعاتك للمواجهة الثانية اللي راح تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني؟ إن شاء الله 3-0. 3-0؟ 3-0 للمنتخب العراقي. أيوة. وفالك الفوز يا آمنة. إن شاء الله. تابعينا بكرة إن شاء الله بنفس الوقت. شكراً على اتصالك يا آمنة. معانا طارق من الدوحة، مساك الله بالخير يا طارق. الله بالنور يا هلا مرحبا يا فيك هلا معنا فيك في خليجي فهم. طارق في البداية خلنا نتكلم عن مباريات الأمس، ايش رايك في المستوى الفني في كلا المباراتين، وتأهل المنتخب العماني متصدر المجموعة وتأهل المنتخب الإماراتي ثاني المجموعة وأقصاء المنتخب؟ والله أول شيء حبيت أبارك المنتخب العماني على الفوز وإن شاء الله فالح التوفيق إن شاء الله بإذن الله. العنابي في أول مباراة سجل 4 أهداف، قدم مستوى فني جميل. المباراة الثانية في الشوط الأول قدم نفس المستوى أمام المنتخب اليمني أمام المنتخب العراقي، ولكن في الشوط الثاني ضيعنا فرص وقدروا المنتخب العراقي أنهم يقلبون النتيجة علينا. اليوم عندنا مباراة مصيرية أمام المنتخب البحريني، والمطلب هو الفوز ولا شيء غير الفوز. هذه المباراة هي تعتبر المحك الرئيسي. توقعاتك لهذه المباراة وش المطلوب من لعيبتنا على أساس ما نضيع الفوز نفس آخر مباراة من المنتخب العراقي؟ والله أنا أتوقع إن شاء الله 3-1 إن شاء الله منتخبنا. 3-1 لمنتخبنا الوطني. تهجن إن شاء الله ما راح نضيع نفس الفرص اللي ضيعناها من المنتخب العراق؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله بشدنا حيلهم إن شاء الله اليوم إن شاء الله. أكيد نتمنى إن شاء الله فوز منتخبنا والتأهل. المباراة الثانية أمام المنتخب العراقي أمام المنتخب اليمني. المنتخب اليمني مش تحت ضغط، وحتى المنتخب العراقي يكفي التعادل في هذه المباراة للتأهل المربع الذهبي. توقعاتك لهذه المباراة؟ أتوقع إن شاء الله 3-0. 3-0 حق من؟ حق العراق إن شاء الله، حق المنتخب العراقي، وإن شاء الله تكون فايز معانا يا طارق، وشكرا على اتصالك. معانا كامل من العراق، مساك الله بالخير يا كامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. قبل لا ينقطع الاتصال، العناب 2-1 والعراق 3-1. مستعجل كامل. أوكي اوكي ما ان شاء الله اخذنا توقعاتك، وان شاء الله تفوز معنا يا كامل، وتحيه كبيره للشعب العراقي. شكرا. الحمد لله ما قطع الخط واخذنا الحمد لله. اتوقع معنا اتصال. الو مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا هلا مرحبا فيك معنا يا احمد. مرحبتين احمد. متابع برنامجنا؟ نعم. من أول حلقة ولا عقب ما سمعت عن 10,000؟ لا من أول حلقة. حلو أحمد، أمس المنتخب العماني أقصى المنتخب السعودي، هل كانت مفاجأة أم أمر متوقع من المنتخب العماني كجاهزية؟ أمر متوقع لأن جاهزيتهم ممتازة بالنسبة للمباراة. نعم. حلو. المباراة الثانية اللي انتهت بالتعادل أمام المنتخب الكويتي أمام المنتخب الإماراتي، توقع أن مستوى المنتخب الإماراتي يطمن أنه يقدر يكمل في البطولة ويصل للنهائي؟ كانت مفاجأة لأن المنتخب الإماراتي مستوى ممتاز. حلو. ما توقع. حلو. أزين اليوم منتخبنا إن شاء الله الوطني في مباراة قوية أمام المنتخب البحريني، وهي آخر مباراة في هذه المجموعة واللي تحدد مصير منتخبنا في خليجي 23. توقعاتك المباراة؟ أتوقع 2-1 منتخبنا إن شاء الله. 2-1 لمنتخبنا. تحس إن في ضغط على اللاعبين، وإحنا يعني أنت كمتابع لمنتخبنا الوطني تحس بخوف أو في ثقة من العنابي؟ لا في ثقة إن شاء الله. نحط
صحيح طبعا قوية، يعني فيها عنصر مفاجأة من المنتخب الكويتي. كل الشكر للجماهير الكويتية الجميلة اللي كانت موجودة أمس، المنتخب حتى هو خارج طبعا البطولة. ولكن اللي نلاحظه أن المنتخب الكويتي ما شاء الله من مباراة لمباراة نشوفه فيه تحسن. صحيح. ولكن ينقص نقول شوي الحظ. نعم. كان معانده في هذه البطولة. نعم. وإن شاء الله يقدم مستويات أفضل في البطولات بإذن القادمة. الله. كانت جميلة اللفتة من المنتخب الكويتي وكأنه يشكر الجماهير الكويتية. نرجع لاتصالاتكم، معانا علي. علي من الدوحة. عليكم السلام والرحمة يا علي. يا هلا مرحبا فيك يا علي. يا مرحبا. علي، هنا. شفت المباريات أمس؟ صحيح شفت المباريات أمس. شلون شفتها؟ ايش رايك في المفاجآت اللي كانت موجودة في المباريات؟ والله مباراة عمان والسعودية كانت مباراة حلوة، ما حد كان يتوقع أن العماني المنتخب العماني يفوز. صحيح. بس هذه الكورة. صحيح. هل لاحظت مدى تنظيم هذا المنتخب بالأمس؟ المنتخب العماني؟ صحيح. هم يمكن المباراة الأولى ما توفقوا، بس المباراة الثانية لعبوا، المباراة الثالثة بدعوا فيها. صحيح صحيح. بإذن الله اليوم العنابي على موعد مع المنتخب البحريني، شو تقول للمنتخب العنابي اليوم؟ أقول إن شاء الله فالهم التوفيق يفوزون. أتوقع تنتهي المباراة 3-1 إن شاء الله. بإذن الله. الله يسمع منك. بإذن الله. المواجهة الثانية بإذن الله راح تكون بين المنتخب العراقي والمنتخب اليمني، ومثل ما عودنا المنتخب العراقي دائما ما يدخل بقوة في المواجهات. توقعاتك لهذه المباريات؟ أتوقع المنتخب العراقي. اليمني ما عنده شيء يخسره، بس أتوقع المنتخب العراقي بيفوز 3-0. تمنياتي لك بالفوز يا علي. شكرا على اتصالك يا علي. معانا اتصال من محمد من الدوحة. يا هلا مرحبا فيك معانا يا محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نقصر على صوت التلفزيون يا محمد وتسمعنا من التليفون إن شاء الله. محمد هلا. المنتخب السعودي طلع من البطولة، مفاجأة بالنسبة لك ولا كنت متوقع؟ والله كنت متوقع. بناء على مستوى المنتخب العماني. بناء على مستوى المنتخب العماني. شوف الشيء الغريب يمكن محمد، ان المنتخب السعودي بين في اول مباراة في افتتاح كأس الخليج بقوة كبيرة، ولكن عكسها في اخر مباراة بان المنتخب العماني قدر انه يفوز 2-0، مع ان المنتخب العماني بدأ بخسارة. المباراة الأولى مش مقياس. صحيح. ترشح المنتخب العماني للنهائي على هالمستوى؟ والله إذا مستواهم تم على نفس الشيء رشحهم. جميل. اليوم منتخبنا إن شاء الله راح يواجه المنتخب البحريني، ولا خيار أمام العنابي إلا الفوز. طبعا في كلمة قالها لاعب منتخبنا الوطني حسن الهيدوس: أبشروا بالعز والخير. طبعا هي كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. توقع أن اليوم حسن وأيضا اللاعبين على ثقة في هذه المواجهة. عطني توقعاتك في مواجهة منتخبنا. إن شاء الله اليوم يكونون على قد المسؤولية، وإن شاء الله الفوز حق منتخبنا. وأنا أقول إن شاء الله 2-1 لمنتخبنا. 2-1 لمنتخبنا الوطني. والمواجهة الثانية، المنتخب العراقي داش بأريحية، تعادل يكفي. المنتخب اليمني خارج حسابات البطولة، ما عنده شيء يخسر. العراقي راح ينهي 3-0 للمنتخب العراقي. شكرا على اتصالك يا محمد. تمنياتنا لك بالفوز يا محمد. فالك التوفيق إن شاء الله. معانا سلطان من اليمن. يا هلا بك يا سلطان. عليكم السلام والرحمة يا سلطان. ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على البرنامج الجميل هذا، المستمتعين معكم. العفو واجب. العفو يا سلطان. شكرا لك أنت على متابعتك للبرنامج. المباراتين 1-1. 1-1. 1-1 في أي مباراة يا سلطان؟ العنابي. الأولى 1-1 والثانية 1-1 كمان. مستعجل سلطان مستعجل. كل المباريات 1-1 يا سلطان.
خذنا توقعاتك وان شاء الله تفوز معنا. اذكر المشاهدين بان المباريات راح تقام في نفس الوقت، يعني ما في مباراه اولى ولا في مباراه ثانيه، المباريات راح تقام في نفس الوقت، منتخبنا امام البحرين واليمن امام العراق في نفس التوقيت. مشاهدينا راح نطلع معاكم فاصل موسيقي ولنا عوده. اجمل واغلى بطوله عندنا حي الله اللي جاء خليجي 23 حي الله اللي جاء خليجي 23 لو ما تشيلكم لط شالاتكم العين لو ما تشيلكم لط شالاتكم العين ارحبوا 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 يا ربعنا اقربوا يا ربعنا اقربوا مو مهمتين يفوز المهم تلعبوا المهم تلعبوا عزنا وعزنا عزنا وعزنا يكمل بشملنا يكمل بشملنا جمعة بالخليج هذا يوم المنى شي مهم عزنا حان 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 اللقاء حان 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 اللقاء حان 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 يوم انتظرناه من زمان يوم انتظرناه من زمان ارحبوا 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 يا ربعنا اقربوا يا ربعنا اقربوا مو مهم من يفوز المهم تلعبوا المهم تلعبوا عزنا وعزنا عزنا وعزنا يكمل بشملنا يكمل بشملنا طبعا شفنا معاكم هذا الفاصل الموسيقي الجميل تفاوتت الارقام بين متصلينا ومتابعينا لتوقعات اليوم المواجهات باذن الله راح تكون اللي راح تكون بين المنتخب العنابي والمنتخب البحريني البحريني انا شو قاعد انسى اسماء المنتخبات اليوم مو مشكله سقط سهوا معانا اتصال معانا ذكرى من قطر ذكرى مرحبا يا هلا فيك يا ذكرى مرحبا فيك يا ذكرى مساك الله بالخير مساء النور يا هلا جمعة مباركة شكرا لك جمعة مباركة ذكرى نعم شفتي خليجي من بدايته تابعتي المباريات لا صراحة مش كل المباريات مش كل المباريات شكلها عشان ما ادخل معها في تفاصيل رياضية ذكرى تقول بالتوهق ذكرى اليوم بإذن الله المنتخب العنابي راح يكون على موعد مع المنتخب البحريني توقعاتك لهذه المباراة بالنسبة للمنتخب القطري إن شاء الله ما عندوش حل غير الفوز إن شاء الله صحيح نتمنى للفوز نتوقع 1-1 واحد واحد. واحد والمواجهة الثانية اللي راح تجمع المنتخب العراقي بالمنتخب اليمني اللي قاعد يلعب بدون ضغوط وما عنده شيء يخسره هو المفروض يعني طلع من المنافسة فصور الفوز إن شاء الله المنتخب العراقي كم تتوقعين 3-0 3-0 للمنتخب العراقي 3-0 وفالتش الفوز يا ذكرى ان شاء الله شكرا على اتصالك يا ذكرى معانا مكرم من الدوحه مساك الله بالخير يا مكرم مكرم صديق البرنامج نعم مش نعم. اول مره يشارك معنا ولكن نذكر بابا من الهواتف عبد الله انقطع الخط معانا عبد الله قبل ما نذكره وناخذ عبد الله عشان ما ينطرنا مساك الله بالخير يا عبد الله الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا مرحبا فيك معنا في برنامج خليجي اف ام الحمد لله شلونكم الله طيبين يسلمك احنا طبعا اكيد دائما راح نكون بخير ان شاء الله في تواصلكم معنا عبد الله تابعت مباريات كاس الخليج نص ونص مش كل المباريات اكيد بس تابعت منتخبنا اكيد حلو ايش رايك في اداء منتخبنا لين خلنا نقول قبل مواجهة اليوم يطمن أداء حلو تهجن إن شاء الله اليوم يسوونها ويتأهلون المربع الذهبي أكيد كم 2-1 لمنتخبنا الوطني الله يسمع منك إن شاء الله المباراة الثانية بين المنتخب العراقي والمنتخب
اليمني، كلا المنتخبين داشين بأريحية. المنتخب العراقي يكفي التعادل للتأهل، المنتخب اليمني ما عنده شيء يخسره لأنه خارج حسابات هذه البطولة. توقعاتك لهذه المباراة؟ العراق 3-0 3-0 للمنتخب العراقي. وشكرا على اتصالك يا عبد الله، وإن شاء الله تكون فايز معنا. الحين ذكرهم بالأرقام أنا، لأن أنا أحس بتأنيب الضمير، المستمعين ما قاعدين يشوفون، حرام وايد مستمعين يسمعونا. تفضل عشان ما تحسين بتأنيب الضمير. نعم، بلاس 9744-0994-944 أو 440-9966. إن شاء الله أنكم سمعتوا يا مستمعين عشان ما تحس بتأنيب الضمير نورة. صحيح، تفضل اتصال. معنا اتصال. ألو، سعيد مساك الله بالخير يا سعيد. مساء النور، مساء الله بالخير، مساك الله بالنور والسرور. والسرور يا سعيد. سعيد هلا والله. طبعا شفت المواجهات أمس ولا ما شفتها؟ لا شفت، متابع من أول بطولة، متابع المباريات. نعم نعم حلو. شفت مستوى المنتخب العماني؟ طبعا مبارك له على الفوز. إيه مبروك، ومبروك تأهل، ومستوى ترى ما تفاجأنا فيه، لأن حتى من المباراة اللي خسر فيها كان هو الأفضل مني. نعم نعم. اليوم بإذن صحيح. الله العنابي على موعد مع المنتخب البحريني، توقعاتك لهذه المباراة؟ وتوقعاتي إن شاء الله، إن شاء الله العنابي إن شاء الله 2-0 إن شاء الله. 2-0 بإذن الله. والمواجهة الثانية بإذن الله المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني. العراق 3 واليمن 1. 3-1 للمنتخب العراقي. 3-1، وفالك الفوز يا سعيد إن شاء الله. تابعنا بكرة بنفس الوقت. شكرا على اتصالك. نعم. يا سعيد. مشاهدينا ومتابعين، رح نطلع معاكم فاصل قصير نرجع لك. مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، بس قبل أن نستقبل اتصالاتكم رح ننتقل إلى هذا التقرير. اليوم بإذن الله العنابي على موعد مع المنتخب البحريني، تتجه كل الأنظار من عشاق الكرة العربية والخليجية إلى استاد جابر الأحمد الدولي في هذه المواجهة المصيرية اللي رح تجمع منتخبنا العنابي مع المنتخب البحريني، وبإذن الله فالهم الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي. تمنياتنا لهم بالفوز معهم إحنا قلبا وقالبا. رح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مشاهدينا. يلعب العنابي موقعة الحسم على أرضية استاد جابر الأحمد الدولي أمام البحرين، مباراة لا خيار فيها إلا الفوز. فبعد خسارته الجولة الثانية أمام العراق بهدفين لهدف واحد، انتقل من صدارة المجموعة الثانية إلى المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما خصمه الليلة البحرين فهو يحتل المركز الثاني بأربع نقاط كسبها من تعادله في مباراته مع العراق وفوزه على منتخب اليمن. نتيجة التعادل لن تخدم إلا البحرين، خصم عنيد يواجهه المنتخب القطري للمرة 18 في كأس الخليج، وهو بحاجة لثلاث نقاط تضمن له المركز الثاني في حال فوز العراق على اليمن، أو المركز الأول في حال تعادلهما. العنابي اليوم يحتاج نفس التركيز والروح القتالية والتنسيق الهجومي الذي أبان عنه في مباراته الأولى، ودور فيليكس سانشيز اليوم هو تحميس اللاعبين لنسيان مباراة العراق والإيمان بقدرة حامل اللقب على تحقيق نتيجة إيجابية تنقله إلى المربع الذهبي لمواجهة عمان أو الإمارات. إذن هذا كان تقرير لمباراة اليوم اللي ستجمع بإذن الله منتخبنا الوطني أمام المنتخب البحريني، وكما عودنا المنتخب أنه إن شاء الله في مثل هذه المواعيد يكون قدها ويقدر يتأهل للمربع الذهبي بإذن الله بطبعا أداء فريقنا ومنتخبنا الشاب. ناخذ اتصال من رائد من دولة الكويت. مساء الخير يا رائد. الله يعافيك يا رائد. الله يعافيك ويسلمك. يا هلا مرحبا فيك معنا. قاعد يصير صوت معي.
اليوم بالضبط الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا رائد احنا دائما نذكر بان يصير ضغط كبير على الرقم، فيعني لو تعذروننا شوي بان اذا ممكن الخط ما يشبك معك، لكن رايتكم بيضه مشكورين الاخوان والدكتور صار الله يرحم والديك يا رائد. رائد امس نقدر نقول المنتخب العماني عمل مفاجاه باقصاء المنتخب الاخضر، ام ان كمستوى فني المنتخب العماني كان متوقع بانه يفوز؟ اكبر تحدي الامان المنتخب العماني من اول مباراه كان مستوى حلو، خان شوي الحظ ضيع شرف. حلو. من بعد ثاني قام دخل الكويت أخذ جمهوره يقدر يطلع نتيجة طيبة 1-0. حلو. وكانت نتيجة هذه من المباراة متغاربة بين الفرص بين الهلال والألماني، يعني سواء فاز الفريق ما في مفاجأة. نعم. جميل. والساحة منتخب الألماني الساحة الحمام. طبعا اكيد يستاهل، ونقول الف مبروك للمنتخب العماني وايضا المنتخب الاماراتي. اتوقع ان امس الازرق كان على وشك ان ياخذ اول ثلاث نقاط ويفوز على المنتخب الاماراتي، لكن اللي لاحظناه ان الازرق ناقصه خلينا نقول شويه حظ. لا مو شويه حظ، شويه عندنا نقص رواس الحربه، يعني مخلص الاقوال ما عندنا بالكويت الدوري كله، ما عندنا المهاجم اللي مخلص ان شاء الله من هالايام مدربين الطلبه. ان شاء الله باذن الله اتوقع ان عوده بعد سنتين اتوقع ان اداء يعتبر جميل وجيد. اكيد معذورين. زين من اليوم ان شاء الله منتخب قطر راح يواجه المنتخب البحريني، مباراه مصيريه لمنتخب قطر، المطلب الوحيد هو الفوز. توقعاتك لهذه المباراه؟ والله اتوقع راح تكون مباراه حماسيه، وعند الساس راح تكون فرحة قطرية بالحرات الأخيرة 1-0. الله يسمع منك إن شاء الله. 1-0 لي قطر. زين المباراة الثانية بين المنتخب اليمني والمنتخب العراقي، كلا المنتخبين داشين بأريحية بدون ضغط. أتوقع المباراة 4-0 للمنتخب العراقي. شكرا على اتصالك يا رائد، وإن شاء الله تكون فايز معنا. معنا اتصال من دولة الإمارات الشقيقة، معنا سعود. مساك الله بالخير يا سعود. مساك الله بالنور يا هلا فيك يا سعود. فيك معنا يا سعود، وتحية كبيرة للشعب الإماراتي. الله يحييك. الله يحييك ويسلمك سعود. المنتخب الإماراتي قدم مستوى طيب في أول مباراة، قدر أنه طبعا خلنا نقول يفوز على المنتخب العماني. المباراة الثانية المنتخب السعودي تعادل، وحتى في آخر مباراة تعادل أمام المنتخب الكويتي. إيش رأيك في أداء الأبيض لحد الآن؟ أداء الأبيض ما شاء الله كان ممتاز طيب، يعني يبشر بالخير. حلو. طبعا عندهم الأفضل يعني من هذا الشيء، لكن مثل ما كان واضح أن في تأثير من اللعيبة، وعندنا في إصابات كانوا راجعين منها منهم عمر عبد الرحمن، صحيح، إسماعيل حمادي، محمد خليل، ف طبعا يحتاجون فترة بس يعني يتأقلمون مع بعض ويرجع المستوى الأفضل إن شاء الله. وهم كان عندهم هدف واحد إنه يوصلون التأهل، والحمد لله تأهلوا يعني، وإن شاء الله القادم أفضل. أنتوا راضيين على أداء المنتخب لحد الآن سعود؟ لحد الآن إحنا نتوقع الأفضل إن شاء الله يعني، وتصريحات المدرب باين عليه أن في المباراة القادمة نص النهائي إن شاء الله راح يكون أفضل بوجه افضل ان شاء الله. نعم سعود. نعم ارحب فيك بدايه سعود. اليوم باذن الله المنتخب العنابي على موعد مع المنتخب البحريني، طبعا انت كنت متابع المباريات من بدايتها صحيح؟ نعم. توقعاتك لهذه المباراه بمستوى العنابي اللي قدمه؟ والله انا اتوقع المباراه يعني في اخر مباراه العنابي كان ممتاز يعني، كان اداء طيب، لكن 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 هربت يعني المنتخب، صار مثل خربطه في مباراه العراق فانقلبت النتيجه عليهم. نعم. لكن اتوقع منهم يعني مباراه اليوم مع البحرين يقدمون اداء افضل، لانه ما عنده غير الفوز. صحيح. كم تتوقع؟ والله اتوقع ان شاء الله فوز، يعني اتوقع فوز قطر 2-1، لان اداهم اشوف افضل وهم بيكون اقوى يعني أقوى للفوز. نعم. حلو. والمواجهة الثانية؟ وأتوقع صراحة فوز العراق على اليمن 3-0، بما أن اليمن أوردي مودع البطولة، والعراق عنده
اهم شيء يكون متصدر المجموعه وداخل بشكل افضل يعني. نعم صحيح. صحيح. صحيح طبعا. شكرا على اتصالك يا سعود، وان شاء الله تكون فايز معانا وتوقعاتك تكون صحيحه. شكرا. شكرا على اتصالك، وتابعنا بكرة إن شاء الله في بداية الحلقة راح نعلن عن التوقعات الصحيحة والفائز معنا ب10,000 ريال بإذن الله. معنا أيضا اتصال، معنا علي الصديق من السودان. يا هلا فيك يا علي. يا هلا ومرحبا فيكم. يا هلا يا مرحبا فيك في خليجي اف ام. الله يخليكم إن شاء الله. علي متابع خليجي؟ اي نعم متابع ان شاء الله. كيف شفت المباريات؟ من افضل منتخب بالنسبه لك كاداء؟ كاداء وكانضباط تكتيكي اشوف ان المنتخب العماني افضل المنتخبات ويصعب التسجيل على مرماه. نعم فاجانا في صحيح. مواجهه امس مع مع الاخضر. دفاع قوي. اي نعم. نعم توقعاتك جميل. لمواجهه اليوم يا علي باذن الله العنابي راح يلعب مع المنتخب البحريني. أتوقع التعادل الإيجابي 2-2 إن شاء الله. 2-2 والمواجهة الثانية المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني اللي قاعد يلعب بدون ضغط وأريحية، يعني تتوقع راح تكون سهلة أم صعبة هذه المواجهة؟ أتوقع يكون في اندفاع من الجانبين، وأتوقع أنها تنتهي بالتعادل السلبي 0-0 0-0 0-0 تمنياتي لك بالفوز يا علي. شكرا يا علي، تحية كبيرة لشعب السودان. الله يحييك وشعب السودان يحييكم ان شاء الله. شكرا. الله يحييك، سعيدين اكيد متابعه كل دول العالم. عندك فاصل؟ نعم راح نطلع معاكم مستمعينا ومتابعينا فاصل موسيقي ونرجع لكم مره ثانيه. أرضنا أرض الكويت المخلصين، نرحب بعزوتنا شرفت المكان. حنا شعب صباحنا حامل عرين، في دار أبونا صر لقانا اليوم حال. نرحب بعزوتنا شرفت المكان، شعب صباحنا حامل عرين، في دار صب لقانا اليوم حال. وفي كويت احتضار وشوقنا توقد. نحن لها حاش الخليج للأبد. إذن رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الموسيقي لكأس الخليج 23. إذن تحدثنا عن مواجهة منتخبنا الوطني أمام المنتخب البحريني، عندنا أيضا مواجهة أخرى ستجمع المنتخب اليمني بالمنتخب العراقي. المنتخب العراقي اللي دخل البطولة بشكل قوي وأثبت وجوده ويكفي التعادل والتأهل من هذه المجموعة. المنتخب اليمني بناء على الظروف فهو قدم مستوى جدا طيب، وراح يدخل هالمباراة أيضا بدون ضغط وهو خارج حسابات هذه البطولة. راح نشوف معاكم تقرير لهذه المباراة ولا نعده. دخلت كأس الخليج منذ أمس مرحلة الحسم من خلال الجولة الثالثة والأخيرة، أين يلاقي الليلة المنتخب العراقي نظيره اليمني في مهمة سهلة، لكن يتحتم على أسود الرافدين أن يتوخوا الحذر تماما خوفا من عنصر المفاجأة في ظل سعي الفريق اليمني للخروج بشكل مشرف من البطولة، حيث يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متقدما بفارق الأهداف على البحرين.
بينما يتديل اليمن الترتيب بلا رصيد من النقاط، ذلك ما أدى إلى خروجه من المنافسة مبكرا بعد خسارة ثقيلة أمام العنابي بأربعة أهداف لصفر، وبعدها أمام البحرين بهدف لصفر رغم أدائهم المغاير، حيث كانوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج بنقطة التعادل. في حين ظهر المنتخب العراقي بشكل مشرف منذ بداية البطولة بعدما قدم مباراة متميزة أمام العنابي ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ورغم تعادل أسود الرافدين أمام البحرين لكن أبناء باسم قاسم قدموا مستوى ممتاز خلال المباراة. اليوم سيكون يوم الحسم، حيث يكفي المنتخب العراقي نقطة تعادل واحدة لضمان بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، فمن سيقول كلمته الأخيرة؟ طبعا مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا في هذا التقرير لمباريات اليوم بإذن الله اللي راح تجمع المنتخب العنابي مع المنتخب البحريني والمنتخب العراقي مع المنتخب اليمني، اليوم يوم حاسم، يوم مصيري للمنتخبات لتحديد طبعا مصير المربع الذهبي. نعم، نرجع لاتصالاتكم. معانا محمد بن قطر. محمد مرحبتين. هلا فيك يا محمد. يا هلا، مرحبا فيك يا محمد. يا هلا فيكم، شلونكم؟ عساكم طيبين؟ الحمد لله، طيبين، الله يسلمك. حالك؟ الله يعطيكم العافيه على هالمجهودات الكبيره اللي تقومون فيها. الله يعافيك، شكرا لك. وياكم ان شاء الله. محمد، امور تفضلي. اليوم باذن الله منتخبنا العنابي في مواجهه ويوم حاسم له مع المنتخب البحريني. من خلال متابعتك لمنتخبنا، شنو المطلوب من منتخبنا اليوم لتحديد هذا المصير؟ أنا أتوقع باعتقاد يعني منتخبنا عنده الكبير أنه يعني يقدم الجماهير ويقدم المشجعين بالتحديد. نعم، منتخبنا لو تلاحظون منتخب يعني شاب. صحيح صحيح، منتخب عنده الكثير، فأنا أتوقع اليوم إن شاء الله المنتخب قدها وبتجاوز ان شاء الله اللي هو المنتخب البحريني ان شاء الله. باذن الله. باذن الله يعني ان شاء الله. لو لاحظت في المباريات السابقه يعني حتى مع مباراه مع المنتخب العراقي الجوله الثانيه، نعم، يعني كان المنتخب للامانه دخل الشوط الاول يعني كان يعني ما شاء الله كتنظيم ثقه كانت. صحيح. ثقه كبيره وقدرنا نتقدم في بدايه الشوط الاول. صحيح، لكن لو لاحظنا في الشوط الثاني صار في خلل او صار في هبوط تقريبا شويه. صحيح طبعا، ان شاء الله هالشيء ما يتكرر، وان شاء الله ان العنابي اليوم يقدر يحسمها ويترجم الفرص الى اهداف باذن الله. ان شاء الله انهم قدها. ان شاء الله انهم قدها. كم تتوقعها يا محمد؟ اتوقعها باذن الله 2-1 ان شاء الله لمنتخبنا. 2-1 لمنتخبنا. والمواجهه الثانيه اللي راح تجمع المنتخب العراقي اللي شفنا مستواه القوي في المواجهات مع المنتخب اليمني اللي ما عنده شيء يخسر اليوم. صحيح، انا اتوقع باعتقادي ان المنتخب اليمني مثل ما ذكرتي ما عنده شيء يخسره. فاتوقع انهم يؤدون اداء بطولي اليوم. يعني ممكن نشوف عنصر مفاجاه اليوم منهم اتوقع. صحيح ممكن. واتوقع انه ممكن يكون الفوز الاول للمنتخب اليمني في البطوله بالتحديد. اول توقع عكس كل التوقعات، يعني توقع المنتخب اليمني يفوز. أنا أتوقع ممكن يسويها ويعني نقول مفاجأة. ممكن 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 كل التوقعات حاصلة. توقعاتك؟ أتوقع 1-0 لليمن. 1-0 لليمن. نعم، فالك الفوز يا محمد. إن شاء الله. تابعنا بكرة بنفس الوقت بداية الحلقة راح يتم السحب. شكرا على اتصالك. نعم. ومحمد كان آخر. نعم. متصل معنا في حلقة اليوم، ونتمنى التوفيق لجميع المتصلين، وشكر كبير للمتابعين برنامج خليجي اف ام. راح نعرض معاكم برنامج مباريات اليوم وهي آخر مباراة في هذه المجموعة. المباراتين راح يقامون في نفس التوقيت، أول مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب البحريني. نعم، أيضا عندنا المواجهة الثانية اللي تجمع المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني في ملعب الكويت. طبعا كلا المباراتين راح يقامون ان شاء الله الساعه 6
ونص إن شاء الله بتوقيت الدوحة. واللي ما شاف حلقات البرنامج من قبل أو حتى حلقة اليوم تقدرون تتابعونا عبر اليوتيوب. مشاهدينا ومتابعينا وصلنا لختام حلقة اليوم، وإن شاء الله رح نلتقيكم غدا في نفس التوقيت بإذن الله. مشاهدينا مستمعينا نشوفكم بكرة بنفس الوقت، إلى اللقاء.